أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث الساعة التي تأتيكم على قطاعية جنوب السودان للبس، ومعكم في تقديمه بابا إلي جاغور. وجود جسم نقابة محامي جنوب السودان مهم جدا لعنا، يساعد في تنظيم العمل القانوني بالبلاد. للمزيد من الإيضاحات نبقى مع تقرير الزميل عادل محمد عبد الوهاب. المحامي رجل الحقائق والدلائل والشواهد، مهنته من المهن الصعبة حيث الإثارة والتعجب والدهشة. والمحامي يبحث عن الحق من أجل سيادة القانون وتحقيق العدل بدون النظر إلى الموكل، والبعض منهم يتنازل عن القضية إذا عرف أن الموكل مذنب، وهذه هي غاية العدل والإنصاف. ولكن على النحو الآخر نجد المحامي الذي يدافع عن المذنب من أجل حفنة من المال دون النظر إلى الظلم أو إعلاء القانون. المحاماة هي تلك المهنة الحرة التي تساعد السلطة القضائية لإظهار الحقائق وتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، وهي من المهن العليا ذات الشرف، لكنها تنصر المظلوم وتنتقم له من الظالم بيد العدل وسلطة القانون. والذي يمارس مهنة المحاماة يسمى محامي. يوجد لكل مهنة حرة نقابة، وهذا الأمر موجود على مستوى العالم. ونقابة المحامين تجمع المحامين وتهتم بكل الشؤون الخاصة لرفع مستوى المحامي ومهنته، ومن خلال النقابة يتم الإعلاء بالجانب الأخلاقي والمهني من أجل السمو بالمهنة فوق الشبهات. وكل من حصل على لسانس الحقوق يتمنى العمل بهذه المهنة، لذلك درس واجتهد وأراد أن يحترف المحاماة، وكذلك درس القانون وشتى النصوص القانونية ويحاول إظهار الحق بما درس، وتكييف الواقع والأحداث التي يعيشها للوصول إلى الحقيقة. ومن الصعب التخلي عن حلمه الذي يدافع من خلاله عن المظلوم. شكرا زميل عادل محمد عبد الوهاب على هذا التقرير. إذن أعزائي المشاهدين المتابعين برنامج حديث الساعة، سعيدين أن نستضيف في هذه الحلقة مولانا رجب بول، محامي ومستشار قانوني ومدير مركز رجل الاستشارات القانونية. كما أستضيف أيضا مولانا دين جون دين، رئيس الحملة الانتقابية لمرشح لرئاسة نقابة اتحاد المحامين جنوب السودان ورئيس مركز. إذن أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث الساعة. مرحبا بك الأستاذ بابا إليجا أقور ولكل مشاهدي برنامج لقاء خاص. مرحبا بكم ومرحبا بتلفزيون جنوب السودان والطاقم الفني، ومرحبا بكل المشاهدين على عصير تلفزيون جنوب السودان. أولا نبدأ معك الأستاذ دين جون دين، مدير حملة انتقابية لمرشح الأستاذ ريج رينبول. حدثنا عن برنامج الانتقابي لمرشح مولانا ريج رينبول، عن مجموع الإصلاح والازدهار. نعم، شكرا جزيلا. نحن في مجموعة الإصلاح والازدهار، هي مجموعة تكونت من مجموعة من المحامين الغيورين على مهنة المحاماة في جنوب السودان، وهذه المجموعة هي بقيادة الأستاذ الزميل ريج رينج بول المرشح لمنصب نقيب المحامين في جنوب السودان، علما بأن الانتخابات العامة لنقابة المحامين تم تحديد موعد لها في 29 من شهر مايو المقبل. ومجموعة الإصلاح والازدهار تقدمت بترشيح 3 أعضاء للمكتب التنفيذي. المرشح لمنصب نقيب المحامين هو زميل الأستاذ ريج رينج بول، وتقدمنا أيضا بالزميل الأستاذ موتروك لمنصب نائب نقيب المحامين، ولدينا أيضا الزميل الأستاذ معليش السانلي جامبو هو مرشح لمنصب الأمين العام لنقابة المحامين، ولدينا أيضا مجموعة من السكرتاريات، مجموعة من المحامين مرشحين لبقية سكرتاريات المكتب التنفيذي، ولدينا أيضا اللجنة
المركزية، علما بأن نقابة المحامين لديها هياكل منصوص عليها في قانون المحاماة لسنة 2013، قانون رقم 55 الصادر في 24 من أكتوبر من العام 2013، وتتمثل هياكل نقابة المحامين في الجمعية العمومية، هي الهيكل الأول المنصوص عليه في المادة 43 من قانون المحاماة، يليها في المرتبة الثانية اللجنة المركزية، ثم تليها المكتب التنفيذي لنقابة المحامين، ولدينا جهاز آخر مستقل منصوص عليها في المادة 6 من قانون المحاماة، وهي مجلس نقابة المحامين. وهذا المجلس يتشكل من 9 أعضاء للنحو الآتي: نقيب المحامين هو رئيس المجلس، ومن ثم 4 محامين تختارهم اللجنة المركزية من ذوي الخبرات لا تقل عن 7 سنوات في العمل في مهنة المحاماة، وأيضا لدينا 2 من القضاة يعينهم السيد رئيس القضاء وبدرجات مختلفة، وأحدهما قاضي محكمة الاستئناف والآخر قاضي محكمة أعلى، و2 مستشارين من وزارة العدل يعينهم السيد وزير العدل، وهما مستشار عام من وزارة العدل، والثاني الآخر مستشار كبير المستشارين في وزارة العدل. نقابة المحامين هي مؤسسة مهنية حرة ومستقلة، مؤسسة بموجب الدستور والقانون. مهنة المحاماة في جنوب السودان نصت عليها المادة 136 من دستور جمهورية جنوب السودان الانتقالي لسنة 2011، تعديل 2022، تعديل رقم 11، ونصت المادة 136 على مهنة المحاماة لأنها مهنة حرة ومستقلة تمارسها المحامين لوحدهم بموجب أحكام القانون، وقد ترجم ذلك إلى النص إلى قانون المحاماة لسنة 2013، وهو قانون تنظيمي ينظم مهنة المحاماة في جنوب السودان ونصت على الهياكل. وفي العام 2014 عقد المحامون مؤتمر تأسيسي في جنوب السودان، سمي المؤتمر التأسيسي، عقد في يونيو 2014، ووضع المؤتمر التأسيسي اللبنة الأساسية لنقابة المحامين، وموجب ذلك تم إجازة عدد 6 لوائح لنقابة المحامين، وهي لوائح مكملة لقانون المحاماة. الآن وبدأنا التجربة الأولى في الانتخابات لنقابة المحامين، وهي التجربة الديمقراطية الأولى، ولكن هذه التجربة لم تصل إلى بر الأمان. الآن نحن في التجربة الثانية، والبلاد يشهد انتخابات عامة لنقابة المحامين، وتقدمت مجموعة الإصلاح والإزهار بكوكب نيرة ومؤهلة وفزة من مجموعة من المحامين للمكتب التنفيذي واللجنة المركزية ومجلس نقابة المحامين، ولدينا مشروع انتخابي طموح يمكن أن يعمل من أجل رفعة مهنة المحاماة في جنوب السودان بقيادة الزميل ريج رينغبول، هو قائد سفينة الإصلاح والازدهار، وتقدمنا به لرئاسة نقابة المحامين. الزميل ريج رينغبول هو زميل ومحامي وموثق العقود، وامتحن مهنة المحاماة في جنوب السودان لأكثر من 15 عاما، وهو الآن المرشح لمنصب نقيب المحامين في جنوب السودان نيابة عن مجموعة الإصلاح والازدهار. المنفذ الخاص بمجموعة الإصلاح والازدهار يحتوي على مجموعة من الأهداف العامة، هذه الأهداف قسمناها إلى 3 أطر: الأطر الأول تنمية المورد البشري لنقابة المحامين، والأطر الثانية متعلقة بمؤسسة النقابة، ونريد أن نجعل من مؤسسة النقابة كمؤسسة مهنية مستدامة في جنوب السودان. وأيضا نقابة المحامين الآن هي عضو في إيست أفريكا لو سوسايتي، أي نقابة محامي شرق أفريقيا، ومن بين أهداف رؤية الإصلاح والإزهار نود أن نتقدم بعضوية نقابة المحامين لاتحاد المحامين الأفارقة ومقره بأروشا تنزانيا، وأيضا رؤية الإصلاح والإزهار هي رؤية طموحة، نريد أيضا نتقدم بعضوية نقابة المحامين في حالة فوزنا إلى عضوية الاتحاد الدولي للمحامين ومقره بلندن. ومن بين أيضا أهداف الإصلاح والإزهار أيضا هو إيجاد مقر دائم لنقابة المحامين في جنوب السودان، وقد غطانا شوطا كبيرا في عملية إيجاد دار لنقابة المحامين في جنوب السودان. وأيضا نقابة المحامين تتطلع أيضا إلى أن يكون لديها بقية المكاتب في العاصمة جوبا والولايات، ورؤية الإصلاح والإزهار أيضا تتطلع أيضا إلى أن تكون يعني يقوم نقابة المحامين بدور طليع من بين النقابات المهنية في الوطن وفي الإقليم وفي العالم، علما بأن رئيس الجمهورية الفريق أول سلفكير ميردت هو رئيس تجمع دول شرق أفريقيا، ونقابة المحامين هي عضو في مؤسسات العدلية في جنوب السودان، ولدينا دور أيضا أن نساهم عندما نأتي إلى مرحلة التقييم لتقييم دورة رئاسة جنوب السودان لتجمع دول شرق أفريقيا، فالتقييم سوف يكون عاما: ماذا فعلت المؤسسات التنفيذية، ماذا فعلت المؤسسات المهنية، ماذا ساهمت مؤسسات جنوب السودان في تنمية وتطور تجمع دول شرق أفريقيا، كل هذه الأمور سوف تخضع للتقييم. لذلك رأينا نحن كمحامين أن يكون لدينا إسهامات أيضا على المستوى الإقليمي ومستوى
الوطني. فلذلك تقدمنا بروع وافكار جديده لنهضه نقابه المحامين في جنوب السودان. الاصلاح والازدهار تحظى بعدد مقدر من المحامين الذين انضموا الى هذا الركب وايدوا مرشح الاصلاح والازدهار الزميل المخضرم الاستاذ ريج رينبول ونائبه الاستاذ مترك وامينه العام الاستاذ معليش ستانلي جامبو. طيب استاذ ريج رينبول، انت مرشح الانتخابات عن مجموع الإصلاح والإزدهار، حدثنا عن برنامجك الانتقابي عن مجموع الإصلاح والإزدهار، أهدافك وخططك المستقبلية من خلال ذلك الانتقابات. أوكي شكرا. حقيقة طبعا أنا أستاذ راج رينبول، محامي وممارس المهنة منذ 2007. في خلال التجربة العملية في مهنة المحاماة لقينا أن مهنة المحاماة مرت بمشاكل كثيرة جدا جدا. يمكن تلك المشاكل بالنسبة لي أنا قاعد أشوف إنه كان ممكن يعود المهنة لانهيار بات انهيار تام. عشان كده أنا قمت بترشيح نفسي. فنحن في مجموعة بتاعة الإصلاح والإزدهار عبارة عن كوكب بتاعة المحامين، أجمعنا في الفكر وأجمعنا في خطط بتعالج كل بتعالج جذور المشاكل الموجوده في المهنه اساسا. انا ممكن اقول انه مجموع الاصلاح والازدهار اوكي هي مجموعه لا مدلول معنى، مكون من شقين. الاصلاح اللي هو طبعا اننا كواحد من مهام بتاعتنا واولوياتنا هو اصلاح المهنه. واحد اننا طبعا لحد الليله نقابه المحامين كجسم قومي ما عنده مغر بيزاول فيه اعماله. بتشوفوا مثلا لو في واحد سمع مشاكل النقابة المحامين من 2006 لحد تاريخ اللحظة، نقابة المحامين ما عندها مغر دائم وثابت، بالرغم انها هي واحد من اضلاع بتاع العدالة في جمهورية جنوب السودان. فمن غاياتنا انه نحن نقوم نعمله مغر ثابت ودائم لمزاولة مهنة المحاماة. طبعا مغر شرفنا. الشيء الثاني بتلقى انه حتى نقابة المحامين مفروض يكون عندها مكاتب داخل المحاكم في أروقة بتاعة المحاكم، بدل ما المحامين يكونوا موجودين تحت الأشجار موجودين في محلات كافتريات ويزاولوا أعمالهم. المحامين لازم يكون عندهم غاة يسموه غاة المحامين داخل كل المحاكم موجودة منتشرة في جنوب السودان، وده واحد من أهدافنا. غاة يكون فيها مكتبة، يكون فيها غاة تحضيري للمحامي قبل ما يخش الجلسة، يكون عندهم برضه كافتريا بتاعتهم خاصة بهم، خدماتهم حياتهم هم يلقوه هناك بدون ما انه يكونوا مثلا مباشرين مشتتين وسط الناس. لانه المحامي مع الموكل بتاعته فيها نوع من سريه، فما ممكن انك تكون قاعد في محل شاي بتناول في يعني قضايا حساسه في مواضيع حساسه جدا في 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 في, في, في كافه المحلات المفتوحه والمحلات العامه. عشان كده واحد من ضمن الاهداف كان نقابه المحامين او ان احنا كمحامين بشكل عام بتلاقي انه مثلا في عزمه كبيره جدا جدا في مسائل بتاعت الرسوم اللي بتدفع للمحامي كاتعاب. طبعا المحامين ما عندهم اي مصدر رزق ثاني الا الاتعاب. عامه الناس بيسمع في الشارع المحامي بياخذ 10%، المحامي بياخذ كده. الكلام ده بمناسبه ما عنده له اي سند قانوني. واحد من اهدافنا برضه ان احنا عايزين نعمل تشريع يحدد ويوحد الاتعاب على مستوى بتاعت البلد بشكل عام. نحن برضو عندنا شفنا يعني مهنة المحاماة بقى في أجسام كثيرة بتصدر رخص تراخيص باسم نقابة المحامين. المسألة زي ده طبعا نحن ما بنسمعه إنه يحصل في البلد. فيها قانون وفيه دستور طبعا معترف، والدستور يعترف بوجود نقابة المحامين ما نقابات. فالمسألة ده إن شاء الله نحاول إنه نضع له حد يكون في جسم واحد ذات سيادة محترمة ومقدرة عندها دور فعال في وسط المجتمع. برضو انت لو شفت النتيجة بتاع تعدد اجسام بادعت انها نغابة خلقت فوضى جدا جدا في مسائل بتاعت منح التراخيص. يعني انت بتشوف انه مثلا حسب الكلام الموجود والكلام اللي بيجينا في اصلاح والازدهار انه في ناس كتار ما مهنيين ما قانونيين هما عندهم رخصة بتاع مزاولة مهنة المحاماة، او في ناس مقانونين خريجين قانون منحوا لهم رخص بتاع مزاولة مهنة المحاماة لكن هم بيزاولوا مهام تانية. يعني مثلا في زول اوريدي خلاص بقى ضابط مثلا في واحد من القوات النظامية
في واحد بيكون شغال مثلا في مؤسسات حكومية وعنده رخصة، في واحد بيكون شغال مثلا مع المنظمة عنده رخصة. طبعا هنا المسألة ده عايزين انه برضو نضع له آلية عشان انه مثلا المسألة ما يحصل. برضو بنشوف انه المهامي في الآونة الأخيرة نتيجة لعدم ترابط بتاعت المحامين، تهي المظلة بتاعت النغابة، فيها حاجات كتير، شكاوى كتير بيجي للمحامين، بتبقى يتعرضوا للقبض التعسفي، بيتعرضوا للقبض المباشر من دون ما يتبعوا الإجراءات المنصوصة على القانون، رغم إنه المحامي محصن إجرائيا، فكان المفروض يكون في إجراءات. في محامين بدون طوال دخلوا من الحراسات، في حاجات إجراءات بتعمل، ده ما بيعني إنه محامين ما في محامين بيخالفوا أو بيعملوا جرائم. ده نحن في مجموع الإصلاح والازدهار عايزين نفعل البار كانسل. طبعا البار كانسل هي الجهة المنوطة بضبط المحامين، ما كان ده دور فعال، فنحن عشان انه مثلا الكافة يحترمنا ونعيد مكانتنا لازم نضبط انفسنا بانفسنا، لازم يكون لنا لجان بتاعت التاديب في داخل المجلس، مجلس النغابي، لانه المجلس النغابي هي الجهة بتعمل. علاوة على الكلام ده عندنا برضو مشروع بتاعت رفع القدرات، مشروع رفع القدرات طبعا في الفترة اللي فاتت الواحد بيتخرج من الجامعة وبيجي طوال بيتدرب في المكتب بتاع المحامي وبعد سنة بياخد رخصة، ده ما بيأهله انه هو يكون محامي بي 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 يعني ممكن يعني يكافح ويواصل مصيرته المهنية. أنا هنا بالتنسيق مع وزارة العدل عايزين انه فعلا مركز التأهيل القانوني اوكي او التدريب القانوني، وده هيتم تفعيله. وانا هنا برضو مسألة بتاعت شهادة المعادلة عايزين نقدمه، لانه ده بيرفع من قدرة بتاعت المحامي المهنية. برضو ورش عمل اوكي، لانه هسه احنا جنوب السودان بقى دولة منطوية او منضمة لمجتمع شرق افريقيا، ولازم انه مثلا نحن نأهل الكادر بيمثلنا تمثيل شريف في كل المحافل الاقليمية والدولية. ده ما بيجي الا عن طريق دورات تدريبيه مستمره، ما بتجي الا عن طريق ورش عمل، ما بتجي الا عن طريق انه نحن نوفد كميه من الناس انه هم يمشي يحاول انه يرفعوا قدراتهم العلميه في الدراسات العليا. ده برضو واحد من ضمن المشاريع اللي احنا ماشيين خاتينه من ضمن اولوياتنا. برضو ان احنا عندنا يعني الضمان الاجتماعي والتامين الصحي، دي حاجات برضو ما صعبه، ودي حاجات في متناول اليدين. ونحن كنغابة بخاتينا من ضمن أولوياتنا برضو، عشان إنه المحامي بيكون يعني كبر في السن لازم إنه يلقى رعاية من النغابة. علاوة على الكلام ده برضو يعني عندنا جسم كبير جدا جدا ما مفعل، اللي هو شنو؟ الجسم بتاعت اللون القانوني. والآن القانوني نغابة ممكن بتقدم الخدمات القانونية لغير المستطيعين، وطبعا ما كل زول في جنوب السودان مستطيع، بل العكس هم زادوا بيكون عندهم حقوق محضومة وما بيقدروا انه يتحصلوا عليه. ليه؟ لأنه هو ما عاجزين انه يعملوا. دي النغابة تدخل، يعني في حاجات كثيرة، مثلا على سبيل المثال في قضايا قومية بتهم المجتمعات اوكي، والمجتمعات ما عندها القدره عشان تسير قضايا ده، سواء كان في المحاكم او الاجهزه العدليه المحليه او الدوليه. النغابه بتلعب دور فعال في المساله دي، تقوم تقدم الاونه القانونيه لغير المستطيعين. مع تزايد الرقمي هسه حاليا في عدد المحامين، نحن عايزين انه نخلي النغابات الفرعيه ده اوكي تتوسع، بحيث انه نحن دايرين كل ولايه يكون لنا قطعة ارض خاصة بالنغابة الولاية، النغابة الفرعية، ودارين انه برضه يكون قطع برضه مخصص للاستثمار. طبعا نغابة المحامين من الاجسام اللي بيجوز انها تستثمر، يعني هي مخولها بموجب القانون تستثمر. فنحن برضه وعدين يعني خطة برضه ثابتة في اطار بتاعت الاستثمارات الخارجية، الاستثمارات بتاعت النغابة، وده بيساعد يعني في رفع عائدات بتاعت النغابة، الممكن بعدين بكرة بعد بكرة هيجي للمحامين في شكل استحقاقات معاشات وكده. طبعا احنا عايزين نبدأ قانون المعاشات في نغابة المحامين كأول جسم، طبقت القانون ده ووصل المحامين لمعاشات والنغابة تعمل. أستاذ دين جون دين، مفترض يتم انتخابات في شهر فبراير الماضي ولكن تم تأجيلها، عايزين نعرف الأسباب اللي خلت انه يتم التعجيل تاع الانتخابات من شهر فبراير لشهر مارس، وتم تعجيل هذا من مارس لشهر 5 او 29/5 الجاري.
نعم، كان يتعين أن يكون الانتخابات العامة في البلاد شهر 2، ومن ثم تم تمديدها إلى 15 مارس من العام الجاري، ومن ثم بعد ذلك صدر قرار آخر من المحكمة العليا ألغى بموجبه بعض فقرات من قرار محكمة الاستئناف الصادر في العام 2021، ووضعت محكمة الاستئناف المحكمة العليا خارطة طريق جديد بموجبها تم تشكيل اللجنة الحالية لانتخابات نقابة المحامين، ويترأس اللجنة الحالية مولانا كولونج جربوم مشهور، وهو قاضي محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الاستئناف لولاية على النيل الكبرى، ومعه في اللجنة مولانا نيكولا مكوج واثنين مستشارين وزارة العدل وأربعة محامين. هي تشكيلة لجنة الانتخابات التي تتشكل من 8 أعضاء. وبعد صدور قرار المحكمة العليا رأينا نحن مجموعة الإصلاح والازدهار أنه من المصلحة العامة تقتضي أن نقبل بقرار المحكمة العليا وأن نقوم بتنفيذ قرار المحكمة العليا، بموجب ذلك تشكلت اللجنة وتم إعادة الانتخابات. قرار المحكمة العليا أمرت بإعادة الانتخابات وتشكيل لجنة جديدة آخر بخلاف اللجنة التي كانت تقوم بأمر الانتخابات في الفترات السابقة. طيب، ما هي أهمية الانتخابات في المرحلة القادمة أنت كمرشح عن مجموع الإصلاح والإزدهار؟ أهمية الانتخابات بتشوفه بكون شنو؟ طيب، الانتخابات بمفهومه العام أوكي هي ظاهرة صحية جدا جدا وسليمة جدا في عالم بتاع الديمقراطية، وبناشد كل الناس انها تسلك نفس المسلك، ودي طبعا يعني بيكون وفقا لقدراتك، وفقا لقناعاتك، وفقا لبرامجك، وفقا ل يعني انت كيف تكسب عقول الناس. طبعا انت قاعد تتعامل مع شريعة، يعني ما سهلة، انت بتتعامل مع المحامين، يعني المحامين انت لو عايز هو داري ناقشك في بدله بتاعك، ممكن يقول لك بدله بتاعك ما اسود، وهو ممكن اقنعك انه ما اسود بالرغم انت عارف انه اسود. يعني هم الناس بتاعنا الفلسفه، الناس بتاعنا المنطق. ف ال 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 الاليه الوحيده هي المشروع الانتخابي. لما تقدم مشروعك الانتخابي، مشروعك الانتخابي مهم بيشعر من تلقى نفسه انه المشروع ده بيمثلني، لأن المشروع ده يعني عكس وناقش وطرح كل المشاكل اللي أنا بشوف إنه بتواجهني. فبالتالي أنا قاعد أشوف إنه الطرف الثاني في مجموعة بتاعة التحالف يهزو بنفسه الحظوة إنه هو يعيد نفسه، ما عايزين إنه الانتخابات نفرغه من محتواه. إنه في ناس بيقولوا إنه دي سياسة، طبعا أنا بقول لا، الانتخابات ما سياسة، الانتخابات هي حق وظاهرة صحية موجود في كل المجتمعات، ممكن بتمارسوا على مستوى بتاعة المجتمعات إذا هم دارين يجيبوا سلطان، دي ما سياسة. ممكن تمارسوا على مستوى بتاعة الرياضة إنه دارين يجيبوا واحد يمثلهم، ما سياسة. فبالتالي عشان إنه نطلع من الزاوية بتاعة السياسة ولعبة غزر، والناس بتحاول تخلق أكاذيب وتحاول تلفق المسائل الزيادة، طبعا نحن ما عايزين إنه يكون مثلا سمة، بالذات ان احنا كمحامين ناس معروفين بالمنطق، ناس معروفين بالواي، ناس معروفين بالعلم اوكي. عايزين انه ان احنا من خلال الانتخابات ده نرسل رساله قويه جدا جدا، نبقى نموذج لكل النقابات الثانيه بصفه عامه، وبالنسبه للانتخابات العامه الجايه قدامنا بتاع الدوله يشوفوا انه المحامين ده يعني داروا انتخاباتهم كيف، بمهنيه عاليه، باحترام، بكل ادب، وفي نفس الوقت بخبرات اوكي. ده اللي احنا عايزين نرسله، ده رساله عايزين نرسله. فبالتالي انا اهميه رجول السؤال بتاعتك انه ما مدى اهميه الانتخابات ده بالنسبه لك؟ الانتخابات ده مهم كزول محامي انه نوحد الاجسام، يعني الاجسام اللي بيقول انه في عيش اكثر من جسم، رغم انه الكلام ده هي الترويج اساسا في النقابه في جسم واحد بامر قضائي، لكن في واحد يعني رفض، يعني زي ما بقول لك انه في واحد ادعى انه انا انتخبوني ومشي المحكمه طلع قرار قال لك انت ما انتخبوك، فهو ابى ينصال قرار المحكمه وزل يمارس مهنته. وانا قاعد اشوفه كان ضعف من النقيب اللي كان عنده الصلاحيات انه يمارس 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 المهنه. كان بالنسبه له كان تهاون او تساهل في المواقف الزيره، كان ممكن نضع حد للمساله ده. لكن بالانتخابات ده انا بشوف انه كل المحامين في جنوب السودان خلاص بقوا على قلب رجل واحد، دعوا انه يخلينا نمشي انتخابات عشان يكون لنا جسم بيمثلنا، عشان انه لا نجيب. طبعا ما بيهم انه يجي ريج
ولجي عرب طبعا استاذ عرب الزميل او انا، يعني ما بهمني منو بيجي في النهايه، يجي واحد في الحرم اوكي النقابه اللي نقابه المحامين. طيب هل لا تعتقد ان الانتخابات المزمع انعقادها في 29 من شهر مايو سوف يتم تعجيلها كما حدثت سابقا؟ طيب احنا عايزين نملك المشاهد والمستمع حقائق ما يدور في الرغبة بتاعت المحامين. طبعا عيسى مزمل في 2021 دا للجمعية العمومية في نياكورين. في خلال الجمعية العمومية اللي عمل في نياكورين كان هو بينافس مع زميله برضو ابراهام بيار، فالحضور كان موجود في نياكورين، طلع بالنتيجة بتاع التصويت المباشر ففوزه وهو بقى النقيب في 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 2021. محامين بتاعنا الولايات جوجوبا وقدموا الطعن في الانتخابات العامة نفسه وقالوا انه الانتخابات ده اوكي ما عنده شرعية لان احنا ما كنا حاضرين، والنصاب القانوني المطلوب للعدد الكلي عشان انه الجمال وما يقوم ما تم. محكمة الاستئناف أيدت الكلام ده وقام لغت الإجراءات اللي كان عمل نفسه، جاب عيسى مزمل كنقيب، ما هو انتخبوه كنقيب في انتخابات عمله في نياكورين. محامين ولايات قدموا طعن، محكمة الاستئناف دائرة الاستواء الوسطى قام لغت كل الإجراءات على الجمعية العمومية ورجعت إدارة النقابة لزميلنا جيمس الطيب الجاس، وكلفوا جيمس الطيب انه يقوم باعداد للجمعية العمومية خلال 60 يوم ويعمل انتخابات. حصل ظروف بتاعت كورونا حسب كلام بتاعت الزميل الدكتور جيمس الطيب، وعدم وجود ميزانية ما قدر انه شنو اقام الجمعية العمومية في خلال 60 يوم. المهم استمر بادارة زمامة الامور في داخل النقابة. عيسى قرار محكمة جرد او اللغة اختياره في الانتخابات داك، هو قام استأنفوا الى المحكمة الأعلى درجة اللي هو المحكمة الأولى لجنوب السودان، وظل الاستئناف ده عالق لحد ما جيمس الطيب في السنة الفات لقي انه ظروفه خلاص سمح التكليف اللي كان اداله انه يقيم الانتخابات ده، حس انه هو ظروف خلاص بقى مواتي ما في كورونا، في نفس الوقت بقى عنده ميزانية بسيطة ممكن يقيم بها الانتخابات، فبعدها قام عمل الإجراءات القانونية. بدأ ابتداء هو بموجب قانون ذات الانتخابات المادة 6 فقرة 1 بديه الحق انه يختار اعضاء بتاعت اللجنة، لجنة الانتخابات 6، وبيجيب ممثل واحد من وزارة العدل، طبعا نتكلم عنه لائحة بنظم الانتخابات تحت المادة 6 الفقرة 1. هو لما قام بدوره ده اللجنة قام باشرة عمالة من يوم 15/12 بدأت تزاول أعمالة. عندنا استئناف بتاع عيسى موجود في المحكمة العليا. لما جيمس الطيب اللجنة بقى يباشر أعمالة، بدأ يباشر أعمالة على أساس إنه الانتخابات هيتم يوم 26/2. نتيجة لضيق الوقت وعدم ترتيبات كان ما عمل نفسه، يعني مثلا حجز بتاع الغاء، التنسيق مع الجهات المعنية إنه يقوم رحلة محامين ولايات، لقى إنه في ضرورة حتمية إنه يمدوا شوية. فقام مدل يوم 13/3 مفروض الانتخابات يقوم، وبقينا انا وزميلة رب، طبعا رب ابدا رغبته انه هو دار جيف وانا ابدا رغبته دار جيف، بقينا شغالين في مسائل بتاعت الكومبين، رب بيزاول نشاطاته مع مجموعته وانا بيزاول نشاطاته مع مجموعته. لما جينا في مرحلة بتاع السحب بتاع الاستمارات هو في اللحظة الاخيرة انسحب ما يسحب، فانا مشيت سحبته مع المجموعة بتاعتي وملينا الفومار وقدمناه للجنة بتاع الانتخابات اللي كان مكون. الحصل انه استاذنا الزميل يوهانس يور هو كان بيمثل محامين ولايات في الطعن اللي كان بين عيسى وابراهام بيار. يوهانس يور في اطاره الشخصي مش قام قدم شنو قدم طعن. اسباب طعنه بيقول انه اللجنة القامبو جيمس الطيب قبل ما يباشر عمل اللي هو لجنة الانتخابات مفروض يعرضوا للجمعية العمومية للمصادقة تحت البند 2 من نفس المادة. طيب انت لو شفت منطق كل واحد اوكي بتاعت يوهانس يور بيتكلم عن العرض قبل ما انه هو يزاول المهنه،
وجيم الطب وشوف انه المزاوره المهنه من ثم عرض اعمال بتاعت اللجنه للجمعيه العموميه، لانه النص ما وجوبي، يعني عندنا في القانون في النص قاعد يكون وجوبي وفي النص جوازي، يعني جوازي ممكن ما يمكن، اوكي؟ فجيم الطب يشوف انه النص ما وجوبي، وانا زار بوش انا بشوف انه النص ده ما وجوبي جوازي، يعني هي مساله بتاعت المصادره. في هنا انه كان في فرصه قدام زميلنا يوهانس يور انه ينتظر لحد ما يجي يتم، لانه قبل الانتخابات بيوم، هيكون في جمعيه عموميه بنظم الجيم الطيب. من فتحه الجمعيه العموميه هيكون في اوكي اول اجنده اللي هو المصادره على اللجنه وكل الاعمال اللي قاموا اللجنه. استاذ زميل يعني شاف انه المساله ده ممكن يكون يعني لو ما بالغت في تشبيه انه هو يقول ده تحايل من زميلنا جميل الطيب في انه يمرر الانتخابات ده ويشوف انه حيكون كلها عيوب. بقى مش قدم طعن، بقى طعن نمر اثنين، الطعن الاول بتاع رئيس موجود والطعن بتاع زميلنا يوهانس يور. فلما قدم الطعن لمحكمه الاستئناف، محكمه الاستئناف طوال قام طلع امر بتاع وقف كل الاجراءات. فانتخابات كان المفروض يتم يوم 13/3 وقفت، يعني وقفت. طيب وإيسا مش حرك استئنافه اللي كان قدمه في 2021، استئناف اللي قدمه إيسا في 2021، ونحن طبعا قدمنا برضه في مجموع الإسلام والزيادة لأنه متضررين، يعني التزمنا بموجهات بتاعة النقابة، سحبنا الفورمات، قدمنا الفورمات، بقينا جزء لا جزء من العملية الانتخابية وتضررنا بالوقف ده، فقمنا قدمنا استئناف فوق للمحكمة بتاع المحكمة العليا. بقى في 2 استئنافات في المحكمة العليا. المحكمة العليا انزعجت من الاجراءات القانونيه الكثيره، لان الشارع العام قام متحرك، فقاموا جابوا الملف، اوكي الملف بتاعت عيسى ونظروا فوقه كاستئناف اول، يعني انظروا في الاستئناف اللي قدم من 2021. لما نظروا فوقه محكمه قام طلع قرار بموجبه كون لجنه من 8 اشخاص، 4 محامين واثنين قضاة، 4 محامين واثنين قضاة، قاضي واحد محكمة الاستئناف والقاضي الثاني قاضي المحكمة الأعلى، برضو يعني برضو 2 مستشارين، أوكي مهام واحد بمثل المهام العام والثاني بمثل المدعي العام. دي الأعضاء بتاع اللجنة الثمانية. أعضاء بتاع اللجنة الثمانية بمجرد ما المحكمة طلع قرارها بدأ يباشر في أعمالهم، هم سهلين يعني يوم الجمعة إذا أنا ما مخطي هم عملوا مؤتمر صحفي بتاعتهم، عندما يوم الجمعة كان تقريبا عملوا مؤتمر صحفي بتاعتهم، ودي يوم الخميس عملوا مؤتمر صحفي بتاعتهم ونشروا الجدول بتاع الانتخابات والكشف العام بتاع المحامين الناخبين. وطبعا الانتخابات هيتم إن شاء الله يوم 29 في شهر 5 المقبل إن شاء الله. مولانو دينج جون دينج، أنت ذكرت أسماء المرشحين الثلاثة لمنصب رئيس نقابة محامين جنوب السودان ومنصب نائب رئيس نقابة محامين جنوب السودان ومنصب سكرتيري نقابة محامين جنوب السودان. كل الذي ذكرتهم هم رجال. هل ليس هناك عنصر نسوي يقلد هذه المناصب؟ نعم، عندما لم أذكر العنصر النسوي أو الفيميل ممثل في هياكل النقابة لم يكن أن المرأة غير قادرة على أن تتبوع أي من المناصب العليا في نقابة المحامين. صحيح في الضباط الثلاثة المذكورين آنفا لا يوجد فيهم امرأة، ولكن في بقية الهياكل الأخرى في مجلس النقابة في اللجنة المركزية وفي بقية هياكل المكتب التنفيذي يوجد فيها عدد مقدر من المحاميات المقتدرات في المكتب التنفيذي واللجنة المركزية ومجلس النقابة. طيب أنت كمدير حملة لانتخابات نقابة محامين جنوب السودان عن الإصلاح، عن مجموع الإصلاح والازدحار، هل اكتملت كل الترتيبات اللازمة للانتخابات؟ نعم، نحن في مجموعة الإصلاح والازدحار جاهزين لخوض العملية الانتخابية وقد أكملنا كافة الترتيبات، والدليل لذلك بدأنا بتكملة مشروعنا الانتخابي. هذا المشروع الانتخابي قد ترجمناه إلى اللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، حتى يصل
الأهداف العامة الخاصة بمجموعة الإصلاح والإزدهار لكل المحامين في جنوب السودان. مجموعة أهداف مجموعة الإصلاح والإزدهار أصبحت الآن جاهزة، ونشرنا البعض منها الآخر، وفي انتظار التدشين الرسمي للأهداف العامة أو ليوم التدشين الرسمي لأهداف مجموعة الإصلاح والإزدهار، وحددنا لها يوم 9 من مايو من الشهر المقبل، هو اليوم الرسمي لتدشين منفسو مجموعة الإصلاح والإزدهار، وسوف يتم تدشين ذلك في فريدوم هول يوم 9 شهر 5 الواقع يوم الخميس، هو اليوم الرسمي لتدشين منفسو الخاص بمجموعة الإصلاح والإزدهار. وبشكل عام أكملنا كافة الترتيبات الخاصة بتعييد مجموعة الإصلاح والإزدهار. مجموعة الإصلاح والإزدهار تحظى بتعييد بعدد مقدر من المهمين في العاصمة جوبا وفي الولايات، والآن نحن جاهزين لخوض العملية الانتخابية بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات الجدول الخاص بها، وحددت موعد يوم 29 من شهر مايو هو اليوم المحدد للانتخابات، ونحن جاهزين لخوض العملية الانتخابية. طيب مولانا دين، ماذا يستفيد المواطن العادي أو المواطن الجنوبي من الانتخابات اتحاد نقابة محامي الجنوب السودان؟ هل بعد الانتخابات بيقدر انه ينظم عمل القانوني ويقدر يستفيد منه المواطن، او يقدر يدافعه عن المواطن الغير مستطاع في المحاكم؟ نعم، نقابة المحامين هي المؤسسة الاولى التي تدافع عن حقوق المواطنين في جنوب السودان وفي العاصمة جوبا وفي الولايات. هذه المؤسسة هي مؤسسة معنية بكفالة حقوق الانسان والحريات الاساسية، وبخلاف ذلك لنقابة المحامين دور فعال في تقديم العون القانوني المجاني لكل أي مواطن محتاج لخدمات قانونية من نقابة المحامين. فنقابة المحامين سوف تكون على تم الاستعداد لتقديم الخدمات القانونية لأي مواطن متضرر أو انتهك حقه أو سلب حقه بواسطة أي شخص آخر، فنقابة سوف تكون سدا منيعا لذلك للدفاع عن حقوق المواطنين في جنوب السودان. نقابة المحامين لديها إسهامات واسعة لمستوى الوطن، لطالما يوجد بها عدد مقدر من المحامين الذين يتمتعون بالكفاءة العالية، فالنقابة يمكن أن تساهم في عملية وضع الدستور في البلاد، ويمكن أن تساهم أيضا في عملية مراجعة التشريعات السارية المفعول في جنوب السودان، ويمكن أن تساهم أيضا في ابتدار مجموعة من تشريعات جديدة لم تكن موجودة من قبل. هذا دور نقابة المحامين. نقابة المحامين أيضا لديها دور الفعال في الدفاع عن الوطن في المحافل الدولية والإقليمية. هذا دور طلعي كبير جدا يقوم به النقابات المهنية في العالم، فلذلك نقابة المحامين هي نقابة مهنية وفعالة ولديها دور كبير في تقديم الخدمات القانونية في جنوب السودان. وجود نقابة مهنية وقوية في جنوب السودان سوف يساعد في المواطنين في مجموعة من المجالات، ونحن مقبلين الانتخابات العامة في البلاد. نقابة المحامين سوف تساعد في توعية المواطنين عن قانون الانتخابات وعن قانون الأحزاب السياسية، فسوف تساعد المواطنين ايضا عن تفسير مواد الدستور عن حقوق المواطنين المنصوص عليه في الدستور الانتقالي للعام 2011، من بين اهداف اخرى يمكن ان تقدمها النقابه الى مواطني جنوب السودان. استاذ ريك رينبول، في ختام عايزينك ترسل رساله اخيره الى كل المحامين بخصوص الانتخابات، لان الفوز في هذه الانتخابات لا تاتي بسهوله، لان لديك جسم منافس قوي جدا، وهو ايضا من المحامين اللي لهم كفاءات والمقدرات القانونية. أوكي، شكرا. أول بأول أنا أدى رسائل أنا أرسلهم على مستويات مختلفة. واحد على مستوى بتاعت المحامين، أنا بقول لكل المحامين الموجود في جنوب السودان والمرخصين، إنك أنت تبقى حريص جدا جدا إنك تقوم تصوت، لأنه ده حق، التصويت حق. ده رسالة الأولى. رسالة الثانية، بليز انا بقول للمحامين انه العمليه الانتخابيه هي عمليه بقات تجي مره كل بعد 3 سنة، فانا ما ادري انه العمليه دي يخلق يعني يجي منه افرازات بتاعت شخصنه المواضيع. يعني انا سبقيت اشوف في الملاسنات في كلام كثير بيحصل. بليز انا داير اقدم رساله رجاء لكل المحامين، ابتداء من انصار بلا الاصلاح والازدهار، لازم انه يكون في احترام، لانه في النهايه بجمان المهنه هنتلاقى في حاجات كتير، حجمان حاجات كتيرة. الليلة جارو في فترة بسيطة جدا 3 سنة وبيمشي، لكن المهنة والزمان بيزال بيناتنا، فلازم انه مثلا حتى بتاعت الاحترام المتبادل، وتعتبر انه العملية ده عملية ظاهرة ديمقراطية صحية، وده حق بتاعت اي زول. رسالة دمرة 3، انه يا جماعة احنا عايزين انه نخلق من العملية ده اوكي نموذج
نموذج يسترشد به كل النقابات، يسترشد به حتى الحكومة، يسترشد به كل أعضاء البرلمان، يشوف إنه العملية الانتخابية بيتم إدارة بتاعته كيف، بيتم إدارة بتاعته بكل أدب واحترام، الناس بتحترم بعض، هما موضوع شخصي، هما معركة، هما معركة بتاعت إنه أنا لازم أنتقم من الفلان أو أنتصر على فلان، في النهاية البيفوز إذا أنا رايج فوزت أنا بعتبر كل المحامين تير منظومة بتاعتي وأنا المسؤول منهم. وقدر انت تدي معي في النهاية انا الفوستة وانا اللي بكون رئيسك وانا اللي بكون مسؤول عن مشاكلك الشخصية، مشاكلك المهنية، مستقبلك المهني انا مسؤول منه، لان دي امانة في رقبتي انا. اذا فاز رب برضو رب هيكون نغيبنا، هيكون رئيسنا، هيكون مسؤول من مشاكلنا، هيكون مسؤول من همومنا، هنيجي نقدم له الليل نهار مشاكلنا وحلنا. ففي النهاية هي مظاهرة يعني ديمقراطية دايرين انه يكون فيها روح بتاعت المسؤولية، يكون فيها روح بتاعت الوعي العالي، الناس ما تاخد انه خلاص. الشيء الثاني عايزين انه يعني اقول الحكومة بتاعتنا كرسالة كويس من هنا، يا حكومة بشكل عام بمختلف مؤسساتها، وقوف خلوا ادعموا الانتخابات خليتهم، لانه ما انا ما ادري انه التجربة بتاعت 2014 انه يحصل. انا لو في اي ظروف دا او ناس شكوا انه رايده ما عنده الاهلية الممكن يخدم المهنة ده، او رايده هو ذاته ضد توجه العام والمصلحة العامة بتاعت البلد، او رايده مثلا عميل، او رايده مثلا هو يعني زول ما عنده يعني ما عنده ولاء للبلد، او هو مجرم، او هو انه هو متهم او مطلوب او اي شكل من الاشكال، اعتبروا انه هي موضوع شخصي، اشيلوا رايده، يتخذ ضده كل الاجراءات اللي هو المنصوص على بالقانون، وخلوا العمليه الانتخابيه مش قدام. يعني هنا انا ما قاعد امثل العمليه الانتخابيه، بل العمليه الانتخابيه انا اللي بكون جزء منه، لكن العمليه الانتخابيه ممكن يكون جزء منه. فانا بناشد ادعم الحكومه تدعم العمليات الانتخابيه ابتداء من نقابه المحامين انها تمشي بشكل سلس، لانه في النهايه وجود نقابه يعني منافع بتاعه للحكومه او للدوله اوكي اكثر من مدار بتاعته. النقابه حتى على مستوى بتاعت هسه العقوبات اللي بتتفرض على الدوله بيتضرر منه الشعب، نحن بنمثل حقوق الشعب، بنمثل حقوق المواطن المغلوب على امره، نحن بنقدر انه نشيل المسائل زي ده وبنوصله لمحافل الدوليه وبنشاكل نابه عن الشعب قانونا. فنحن جزء لا يتجزا من الدوله، ودايرين انه مثلا يكون العلاقه بيننا يكون علاقه بتاعت يعني زي ما بقولوا شنو تكامل، نكمل بعض، نقابة المحامين مكمل اوكي وعندها دور فار مكمل توجه العام والمصلحة العامة بتاعت الدولة. استاذ دين جون دين، انتهى زمن الحلقة، ولكن لديك كلمة أخيرة أو إذا كان لديك رسالة هل ترسل للزملاء بتاعك في المحامين أو لشعب جنوب السودان الذين يتابعوا برنامج الانتخابات اتحاد نقابي محامي جنوب السودان؟ نعم، شكرا جزيلا. رسالتنا لمحامي جنوب السودان، يجب علينا أن نشارك في العملية الانتخابية الجارية الآن والتي تنظمها لجنة الانتخابات، فأي مهام له الحق أن يشارك أو أن يتلي بصوته لأي مجموعة يراه مناسبا لقيادة نقابة المحامين في الفترة الغادمة، ويجب علينا أن نشارك لأن حق المشاركة هو حق دستوري مكفول لأي محامي، فلديها الحق أن تشارك وأن تبدي برأيك في أي مجموعة من المجموعات التي يمكن أن ترى لديها أهداف مغدرة يمكن أن تنحط بنقابة المحامين إلى بر الأمان. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ دين جون دين المرشح لرئاسة نقابة اتحاد محامي جنوب السودان ورئيس مركز الأفريقي للدراسات القانونية. كنت ضيف عزيز علينا في حلقة البرنامج حديث الساعة، كما أشكر أيضا الأستاذ ريك رينبول مرشح للانتخابات عن مجموع الإصلاح والازدهار، كنت ضيفا عزيز علينا في برنامج حديث الساعة. إذن أعزائي مشاهدين ومتابعي برنامج حديث الساعة ما كنتم، لقد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، ولم يتبقى لي إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مولانا ريك رينبول محامي ومستشار قانوني ومدير مركز ريك للاستشارات القانونية، كما أشكر أيضا الأستاذ دين جون دين
مدير حملة الانتخابية المرشح لرئاسة نقابة اتحاد محامي جنوب السودان ورئيس مركز الافريقي للدراسات القانونية. ولا انسى ايضا ان اشكر زملائي في التصوير وتنفيذ البرنامج. كنت معكم بابا إليجا أغور، والى اللقاء في قادم الحلقات. Thank you.